هذا سائل يقول شخص عليه أكثر من كفارة، فهل يجوز إعطاؤها للجمعية الخيرية وذلك بمعدل كيس رز لكل 3 كفارات، علما بأن الكفارة 15 كيلو من الأرز؟ نعم، الكفارة 15 كيلو، لأنها ل10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو. وأما توزيعها يجب على من عليه الكفارة أن يوزعها هو، لأن في ذمته دين في ذمته، أو يدفعها لمن يثق في أنه يوزعها على الوجه المطلوب. أما أنه يدفعها الجمعية والجمعية عندها أشياء كثيرة للناس ولا وقد تتساهل فيها وتخلطها مع غيرها، فهذا لا يبري ذمته، هذه دين في ذمته، لازم يوصله للمستحقين 10 مساكين، إما يوصلها هو بنفسه أو بمن يثق منه أنه يوصلها. نعم.